تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن تهانيه لسموه على ما أفاء الله عليه من الصحة والسلامة والشفاء، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سمو رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية. كما تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.